السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير. اليوم ان شاء الله فيديو جديد في القناه. كيف ما كيبان لكم الشهيوه اللي كنديروها غير مره في شحال عزيز علينا حنا كاملين. اليوم جيت نقدم لكم تريد يعني على الطريقه المراكشيه بشكل زوين بزاف، يعني بواحد الكاشير ديال الكبده وداكشي. المهم نخليكم مع الفيديو، غادي يوضح لكم كلشي. هذا يعني تلبيه الطلب ديال واحد المتابعه، يعني كتقول عليا من البدايات ديالي كتقول لي بغيت التريد المراكشي، ودابا عاد وصلت الفرصه باش صايبته. نتمنى ان شاء الله يعجبكم وتتابعوا الفيديو حتى الاخير. مرحبا بكم مستلف مرحبا، اللي مازال ما تابوناش ما ينساش من ابوني ابوني ولايك بيان سور وكومونتير. بالنسبه للعجينه ديال التريد، يعني ما احتاجيش باش نوريكم يعني كيفاش تتعجن ولا هادشي، يعني كلشي كيعرف. درت انايا زلافه ونص ديال الفورص مع زلافه ونص ديال الحرش مع راس المعيقه ديال الخميره. يعني اش نقول لكم، راه غير فريتي تالي زدتها مع شويه ديال الملح ومعيقه صغيره ديال السنيده. صافي ودلكتها مزيان مزيان مزيان. صافي هنايا غادي نبدا نقطع بيضات على حسب المقله اللي عندكم، غير ضروري باش تكون العجينه شويه قاصحه، ما تكونش خفيفه باش منين بغاو نطلقوه ما يعذبناش. يعني من بعد غادي نلبغو مزيان. صافي غادي ندير البيضات كاملين ونرجع معكم. من بعد ما خليته يرتاح مزيان واحد نص ساعه ضروري، من هذه المرحله منين نديرو هكا ضروري خصو يرتاح باش يخلينا باش نطلقوه مزيان. انا دابا درت المقله كتسخن، غادي نبداو بسم الله. هو ضروري خصو يكون رقيق بزاف بزاف بزاف، ضروري من هذه المرحله. يعني حنا بالنسبه لنا في مراكش كنديروا غير هاد التريد هذا، حيت كاين في خميسات تيديروا الحرشه، يعني كل واحد وشنو كيدير. بالنسبه لنا حنا في مراكش كاين اللي كيقبض المسمن، يعني كيطوي على ربعه ويقطعوا ويديروا. بالنسبه لنا حنايا هذه هي الطريقه اللي كندير، واخا يتقطع ماشي مشكل، المهم هو يرقاق والجناب يرقاقوا مزيان، هذا هو المهم. حيت ماشي بضروري خصو يتنفخ ولا شي حاجه، بكثرت ما هو خصو يرقاق. كما كيبان لكم انا المقله كنديرها ما كنديرهاش على وجهها، يعني كنقلبها كندير على قفاها، تنرش هكا الزيت، يعني كل واحد كي كيبغي يطيبو. وكنجيب التريده يعني كنديرها كامل من الفوق، كنجيبها تنحطها من الجناب، وانا كنجبد ماشي غير تنجيو نحطها، وكنجبد مزيان. شوما كيف ما تيبان لكم، انا ديال الطريقه اللي كندير. ممكن يعني ديروها فص منها، ولكن كتجي غليظه ما كتعطيكمش لي سباس فاش تخدموا، ماشي بحال هكا، بخصوص الا كان شي مقله اللي هي كبيره مزيان. شوفوا شوفوا كيفاش تيجي خفيف وما تيجيش ملوك ولا شي حاجه. نتمنى ان شاء الله تكون الطريقه موضحه مزيان. صافي ما باقي كنرش لا زيت لا والو، من ديك الاولى فاش كندير باش ما يجيش يجي تيضر يجي ميدم. ممكن تاني نديرو وحده فوق وحده، انا بعد النوبات كنديرها الا كان عندي المسمن كثير، تدير وحده فوق وحده يعني كطيبو دقه وحده. الا بغيتو هذيك الطريقه قولوها لي ان شاء الله شي مره نديرها لكم في فيديو مخصص يعني خصيص ليها. يعني كندير 5 6 7 8 ديال المسمنات كيطيبو. هذاك الا كان عندكم المسمن اللي هو بكونتيتي كبيره. صافي نتوما شوفوا كيفاش يتنفخ، يعني ناجح 100%. انا فكرني في الخبز ديال العيش. صافي دابا واجد، غادي نكمل على هذه الطريقه ونتلاقاو ان شاء الله باذن الله. غادي نبداو بسم الله، غادي نديرو الدجاج على حسب الكميه اللي بغيتو.
ممكن ديروا يعني دجاجة يعني كبيرة وتعمروها بالقزبر وداك الشيء. غادي نزيد عليها البصلة هنايا قطعتها هكا تكون شي شوية طريفات كبار باش ما تذوبش لينا دغيا على عافية مجهدة. ما غاديش ندير الزيت في الاول باش الدجاج نخليه يتشرب ليا لي قامة حيت الا درت الزيت ما باقيش غادي يشرب ليا. غادي نديرو العطرية بسم الله. نبداو سكينجبير يكون بكونتيتي شوية كتيرة. الخرقوم الملحة تال الخضر نضغ شوية ديال السودانية يعني ممكن ديال السودانية ولا بزار شوية ديال راس الحانوت شوية ديال العطرية شوية ديال العطرية ديال الدجاج. هادو اختياريين يعني اللي بغى يزيدو ميزيدو غير هما ضروريين يعني في التريد ما يمكنش يدارو بلا بيه. يعني راس الحانوت ضروري من غير هي ما تكثروهاش. غادي نبقاو كنشحروا غير في هذه البصيله وباش غادي نملقوا غادي ناخذوا كاس ديال الماء كاس ديال الماء غادي نذوب فيه الزعفران الحار ثم كيف ما تيبان لكم راكم عارفين ضروري الزعفران في التريد غير هو هاد الكاس غادي نقسمو على نص نص غادي نديرو في الاول والنص غادي نديرو في الثاني باش يبقى عندي المذاق ديال الزعفران الحر عاطي مزيان. غادي ندير ميتشرب اللحم الدجاج وفي الاخر نعاود نزيد هاد الشويه باش يبقى عندي المذاق ديال الزعفران هانتوما باش يبقى عندي باين. غادي ناخذ جوج دريسات ديال الثومه يا صغيورين كاين اللي كيبغي يدير الثومه كثيره انا غادي ندير غير جوج دريسات ديال الثومه صغار. دابا غادي نزيدو العدس انا هنايا غادي تشوفوا ما غاديش ندير الحلبه نهائيا حيت ما كتعجبنيش يعني اللي بغى يزيدها يزيدها اما يغليها بوحدها اما يطيبها مع الدجاج. السمن ما غادي نضيفو حتى الاخر. دابا الزيت راكو شتوني دابا باقي كاع ما درتها ممكن تزيدو البيضة ديال القزبر ومعدنوس مربطين وديروهم صافي. دابا غادي نغطيها ونخليها تشحر واحد العشرة ديال الدقايق حتى تشرب ليا الدجاج مزيان هاد العطرية ونرجع معكم باش نمرقو. من بعد وخليتها واحد ربع ساعة كتشحر هانتوما كيف ما كيبان لكم الدجاج يعني شرب العطرية مزيان ضروري من هاد المرحلة. دابا غادي نمرق لا عفوا نسينا الزيت شوية ديال الزيت الرومية وشوية بديل ما نديروش الماء كتير ما نديروش الماء كتير حيت هاد الدجاج راه دغيا كيطيب. صافي هذا هو الجد ديال المرقه ما باقي غادي نزيد عليه والو. ها
غادي نغطيها وغادي نخليها طيب على خاطر خاطرها واحد المده ديال 20 دقيقه ونطلع عليها نشوف الى الدجاج طاب. صافي دابا غادي نصايبوا الكاشير. يعني كلشي كيقول لنا عطينا الاسرار يعني ديال التريد المراكشي. اليوم غادي نزيدكم واحد الاضافه يعني باش نخرجوا على المعتاد نخرجوا على شي حاجه تقليديه. غادي نصايبوا هذا الكاشير اللي غادي نحتاجوه فيه. هنا 6 ديال الكبيدات ديال الدجاج يعني تنديروا على حسب الكميه ديال الكاشير اللي نتوما باغيين. غادي نزيد عليها 3 ديال البيضات. ممكن تضاعفوا الكميه الا بغيتوا يجيكم كثير. ثلاثة. غادي نديروا 3 ديال الدريسه ديال الثومه معصورين. بالنسبه للتوابل شويه ديال الملحه شويه ديال سكينجبير شويه ديال الخرقوم السودانيه ضروري حيت خصو شويه يكون حار. هانتوما شويه ديال عطريه ديال الدجاج شويه ديال راس الحانوت. ثم قزبره معدنه سيكون بكميه كثيره. ولا كان جديد غادي يكون يعني افضل ضروري خصو يكون كثير. هنايا الزعفران هذاك اللي ذوبنا قبيله غادي نزيد منه دابا واحد شويه. من بعد شويه ديال السمن ما غاديش نديرو فيه الزيت هكا. صافي غادي نطحنو كلشي ونرجع معكم. من بعد ما طحنا غادي نهاو علاش كيفاش تيكون. غادي نلاحظوا واحد الميكة تكون مصبنه مزيان ونقيه وغادي نخوي فيها كاشير. صافي وكنجمعوا هكا في الميكة. هانتوما كيف ما كيبان لكم. دابا غادي ندير واحد الطاوه غادي نردها حتى تغلى مزيان وغادي نحطو فيها. من بعد ما طاب غادي نزيدو هذاك الماء والزعفران اللي خبينا قبيله والسمن معلقه صغيره. صافي دابا الدجاج راه طاب لينا مزيان. بالنسبه للكاشير راني درت الماء سخون ودرتو فيه هكا تيطيب. غادي نخليه تيطيب لواحد المده ديال 20 دقيقه ولا 30 دقيقه منين نشوفو جمد غادي نحيدو. هذا هو الطبق النهائي. نتمنى ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم وكان خفيف على قلبكم يعني شرحها وحاولت نشرح فيه يعني جميع المراحل بالتفصيل. وان شاء الله غادي ينجح لكم خصوصا المبتدئات اللي ما كينجحش معهم. اليوم غادي ينجح لكم 100%. ما تنساوش من لي لايك ولي كومونتير ديالكم الزوينين. ومرحبا حتى بالانتقادات ديالكم. الى اللقاء.